قبل اخبار المرور عاوزين نعرف ذكرياتك مع العيد يا لم. خلينا صباح الاول كمان على باسانت، صباح الخير عليك يا لم، كل سنه طيبين وكل الناس طيبه يا رب. انا ذكرياتي برضو هجيبها لكم من ايام الطفوله، مش عارفه احنا ليه ما بقيناش عارفين نعمل ذكريات حلوه زي زمان. صحيح ماشي وقت قوي للاسف، يمكن ممكن سرعه الحياه بقت خلتنا مش عارفين نعمل ذكريات حلوه زي زمان. لكن انا علشان كنت في بيت عيله، كانت جدتي شخصيتها كده قوية ومسيطرة وفي نفس الوقت مبهجة، كان لازم اليوم اللي بيتم فيه إعلان العيد إمتى تجمعنا إحنا أحفادها ونغني الأغنية بتاعة لسه بدري يا شهر الصيام، كانت شغالة حالا نغنيها، لازم نغنيها معاها. ده كان قبلها بيوم. يوم الوقفة ده بقى بيبقى يوم عظيم، بقى يوم الكحك والبسكوت والغريبة وقرايبي كلهم يتجمعوا عندنا ويبتدوا يعملوا بقى الكحك، وريحته ممكن تجيب الجيران، انتوا بتعملوا ايه، انا هاجي اساعد معاكم او هاجي اعمل معاكم انا كمان. وكانت في شخصيه كده مسيطره على القعده وهي اللي بتضحك الناس كلها ولطيفه قوي، كانت اسمها مريمون انا فاكراها. الله يرحمها. كانت هي تيجي، يعني دي اكتر واحده مبهجه شفتها في حياتي في القعدات اللي زي دي، كانت لازم تكون حاضره بروحها كده وتفرفش القعده. والغدا طبعا كل الناس دي هتتغدى عندنا يوم الوقفه، وبعدين اجهز بقى للبيجامه بتاعه العيد والعروسه اللي ماما بتجيبها لي. كل سنه وانت طيبه. كل سنه وانت طيبه يا لميا. وانت طيبه يا فسان.